بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. في حديث عبد الله بن مسعود في صحيح البخاري جزء من الحديث، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: والله الذي لا إله غيره، إن منكم من يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. الحديث يوجد في أواسط الشباب من يقول إذا كان الهداية مقدرة أو متعلق بالمشيئة فلا يعني يكون هناك داعيا إلى أن أعمل الصالحات وأن ألتزم على طاعة الله عز وجل، فما رأيكم يا شيخ في هذا القول؟ نعم، لما حدث النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أنه ما من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، قالوا: يا رسول الله، أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. فإذا قال قائل: إذا كان الأمر مقدر فلا فائدة من العمل، وأصر على ذلك ونفذ ما قال، علمنا أنه من أهل الشقاوة والعياذ بالله، لأنه لم ييسر لعمل أهل السعادة. ثم نقول لهذا الرجل: هل أنت تعلم أن الله قد قدر عليك أنك من أهل الشقاوة حتى تعمل بعملهم؟ فسيقول: لا. نقول: إذن قدر أن الله كتبك من أهل السعادة واعمل بعمل أهل السعادة. ثم نقول ثالثا: أنت الآن لو قيل لك إن البلد الفلاني فيه تجارة كبيرة، وهو بلد آمن، بلد فيه الساعة الرزق، وبلد آخر دون ذلك بكثير، هل أنت تقول: لا أذهب إلى البلد الأول لأنه لو قدر لي لذهبت، وتذهب للبلد الثاني، أو تذهب للبلد الأول وتقول إنه قد قدر لي؟ الجواب أنه سيقول بالأخير، سيذهب إلى البلد الذي يرى أنه أنفع له ويقول إنه قد قدر لي أن أذهب إليه. هكذا أيضا طريق الجنة والنار. الجنة والنار لنفرض أنهما بلدان، هل تذهب إلى البلد بلد الشقاء والعذاب أو بلد النعيم والسعادة؟ سيذهب إلى الثاني. فلهذا لا يقول ذلك القول الذي أشرت إليه إلا رجل مخذول والعياذ بالله. نعلم أنه إن أصر على ذلك فإنه مقدر عليه أنه من أهل الشقاوة، وسيذيق بأس الله عز وجل كما قال تعالى: نعم، بل وسيذوق، من سيذيق؟ سيذوق بأس الله عز وجل، لقول الله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل: هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل: فلله الحجة البالغة. وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، فهذا يوجب الحذر من أن يعمل الإنسان بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس دون ما في باطن قلبه. ويدل لهذا ما ثبت في الصحيح أيضا من أن رجلا كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة، وكان لا يدع للعدو شاذة ولا فاذة إلا قضى عليها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هذا من أهل النار. فعظم ذلك على الصحابة، شق عليهم: كيف يكون هذا من أهل النار وهو بهذه الحال؟ ثم قال أحدهم، أي أحد الصحابة: والله لألزمنه، ألزم هذا الرجل، أمشي معه حتى أنظر ماذا يكون الأمر. يقول: فأصابه سهم، أصاب الرجل هذا الشجاع الجيد أصابه سهم، فغضب وجزع، ثم أخذ بسيفه ووضعه على بطنه
واتكأ عليه حتى خرج السيف من ظهره فمات. فجاء الرجل الذي كان لازما له إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وبما؟ قال: إن الرجل الذي قلت لنا إنه من أهل النار صارت خاتمته كذا وكذا، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. وعلى هذا فيكون حديث عبد الله مسعود فيه التحذير من سوء الطوية وسوء النية، وأن الإنسان يجب إذا عمل بعمل أهل الجنة أن يكون عمله مبنيا على إخلاص وتوحيد حتى يكون نافعا له عند وفاته ومفارقته الدنيا. نعم.